يا ست ام حسام، ست ام حسام. الو، السلام عليكم. اهلا اهلا يا ست ام حسام. ازيك يا ست غاليه، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. قولي لي رايك، احنا لسه كنا بنتكلم اهو في موضوع مهم. اه انا معاكي. كنا لسه بنقول ان الغضب ده اختيارك، في ايديك يا تبقي غضبانه يا تبقي مبسوطه. اه طبعا. انت بقى قولي لنا بقى رايك ايه. والله الانسان الشاطر بقى ما يخليش الغضب يدخل جواه، يتغلب عليه. الله ينور عليك. يعني ما اعملش بقى كده للغضب مدودة. ايوه، ما تدوش فرصة لا يدخل فيك يلعب بيكي. اه يعني ايه؟ كان في مثلا نقوله زمان على الغضب، نقول عملت للعجل مدودة راح جاي اسقيه، لا العجل بيشرب ولا الحبيب بلاقيه. يعني يا ست غالية قولي لي يعني ايه المثل ده؟ هقول لك بقى تفسيره. يعني انت لمؤاخذة لما بيكون عندك عجل ولا جاموس عملت له مدودة اللي هو بيشرب فيها. بيشرب فيها اه. وراح جاية تسقيه. اه. ما بيشربش زي انت كده ما تكوني غضبانة. واخدة بالك؟ ايوه. لا هو العجل راضي يشرب، انت مش راضية تسيبك من الغضب بتاعك ولا حبايبك بتلاقيهم من كتر ما انت غضبانة. اه طبعا. اه وبعدين المثل ده على العناد اكتر، يعني الناس اللي بتبقى العناد وحش برضو. العند يعني بيوصل الانسان لغضب فظيع برضو. ما هو العند ده اللي يجيب الغضب بقى. ايوه الغضب وحش، ولازم واحده تغلب عليه كده ويفك كل حاجه بالراحه كده، ويبقى في صبر وفي مغفره كده بيننا وبين بعض، ونبقى كويسين مع بعض. الله ينور عليكي، الله ينور عليكي. وربنا ما يجيبش حاجة وحشة. يا رب ما يجيبلناش ولا لأي حد حاجة وحشة، والناس كلها تحب بعض. أيوة لازم يكون في محبة كده وفي صبر، وأنتي تغفري ليا وأنا أغفر ليكي، ويبقى كده في محبة بيننا وبين بعض. يا رب يا رب. يا رب. وربنا يسترها وما يجيبش حاجة وحشة يا رب. وربنا كده بس يهدي لنا أستاذ نصر ويهدي غضبه علينا شوية، قولي أمين. أمين. المهم انت عامله ايه؟ الحمد لله احنا بخير، والنهارده عامله لك بتنجان حلو محشي بالخضار اهو، فاصوليا بالسلق. جميل والله، عجبني فعلا، والفاصوليا دي اول مره اشوفها وبالطريقه دي بصراحه. يعني ما اوعي تعمليها بالقوطه، طول ما القوطه ب6 جنيه اعمليها انت بالخضره. انا بحب السلق عامه، يعني حتى القلقاس اعمله بالسلق، ولادي ما ياكلوش الا بالسلق. والنهارده كل الاكل النهارده عشان القوطه غاليه، عملت الاكل النهارده من غير قوطه. حلو، كل نعمة من عند ربنا احسن، لازم نتغلب عن اي حاجه تكون غاليه. يا اختي قاعده تقول نيني نيني لما يجي العبيط يشتريني. انا عارفه ان السلعه على وقتي تبقى بايه، ب70 قرش وب80 قرش وبجنيه. يعني احنا مش هناكل من غير القوطه دي، احنا اتصرفنا وعملنا اكل من غير قوطه. طبعا الست الشاطره لازم تتصرف وتعمل كل حاجه. تسلمي، ده انت ست الشطار. ربنا يديك الصحه ويخليك يا رب. انت عارفه انا مين بقى؟ مين يا ست الكل؟ انا ازعل كده، بسبوسه هتزعل منك. بسبوسه يا ست ام بسبوسه. ازيك يا ست غاليه؟ ما تاخذنيش معلش، اصل يا اختي غاليه كده دايما تتلخم. معلش يا حبيبتي، انت الله يكون في عونك، حبايبك كتير، ربنا يكترهم لك يا رب كده ويحببك فيهم كلهم. تسلمي وتعيش، انت شرفتيني. كلهم بيحبوكي، وانت يعني من غير حاجه تتحبي، ولسانك الحلو وطريقتك واكلك بصراحه يعني جميلة جدا. تسلمي، سلمي لنا على بسبوسة كده وقولي لها يا بسبوسة بتقول لك غالية يا بسبوسة البسبوسات. ربنا يكرمك يا رب يا حبيبة قلبي، ربنا يكرمك ويديك الصحة يا رب. تسلمي وتعيشي، شرفتيني. تعيشي يا حبيبتي. بقول لك يا ست غالية. أقماري. أنا بشكرك الأول على المخوطة، لأن أنا عرفت أعمل مخوطة عن طريقك. ده سهلة خالص، ده أنت تلاقيكي كنت بس ناسياها. لا بصراحة ما كنتش بعمل الحاجات دي، والدتي ربنا يديها الصحة كده ويخليها لنا، هي اللي كانت بتعملها. انا كان عندي المكنه بس ما كنتش بعرف اعمل بيها. اه انا قعدت شفتك عملتي ازاي، وعملنا بصراحه زيك، ربنا يكرمك يعني. بألف انا وشفا على قلبك. الله يخليك. الكسكسي جوزي جاب لي حله علشان اعمل فيها كسكسي عشان اقدر اللي انا بس في حاجه، اما بحط الحله بتطلع بخار من الحروف، تبقى دي ايه؟ يبقى هي مش كبسه حلو، مش مكبوسه حلو. اعملي حته عجينه وتعالي كده في الجناب بتاعت الحله اللي ما بين الحله والمصفى. اه وروحي سده بالعجين. ايوه تقوم البخار يتكتم وما يطلعش. اه انا قلت لحسن كده ارجعها تاني ولا حاجه.
لا لو عرفتي ترجعيها رجعيها، لان هي المفروض ما تطلعش بخار. ما عشان كده شفت بتاعت حضرتك كده لقيتها ما بتطلعش بخار من الجوانب. لكن لو انت مش هترجعيها تعالي كده على الحروف واجيني حته عجينه يابسه وروحي مقفله بيها ما بين الحله وما بين المصفى، مش هتخرج. ايوه المصفى العاديه اللي كنا بنحطها على حله عاديه وبنعمل. ايوه زي ما بنعمل كده على حله عاديه. وبألف هنا وشفا. ربنا يكرمك يا رب ويخليكي، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. كلهم ولادي بيسلموا عليكي. تسلمي وتعيشي يا ست الحبايب، شرف. وجوزي الحاج ابو محمد يسلم عليكي، بعت لك السلام. ان شاء الله تسلمي وتعيشي انت وهو. تعيشي يا حبيبتي. مع الف سلامه. السلام عليكم.